هناك إصرار من البعض قبل ما أروح بس لهذه المباراة على أن كولر هو المتسبب فيما حدث خلال المباراة السابقة مع فلومينينسي. أنا بشوف أنه هو المتسبب، ولكن المتسبب في الحاجات الإيجابية من وجهة نظري، كيفية بداية المباراة وتغييراته. أنا شايف أنه قدم مباراة رائعة وجهة نظري يعني. لكن الأرقام اللي ممكن تقولها لنا بالنسبة للنادي الأهلي في هذا الأمر يعني، احنا لإثبات صحة كلامنا يعني، احنا وصلنا للجون 14 مرة في كأس عالم، بنلعب قدام بطل أمريكا الجنوبية اللي هو مدجج بنجوم وأسماء كبيرة، وحتى لو كبيرة في السن هي أسماء ليها قيمة فنية. الأرقام لو معانا حطوها لنا شباب لو سمحتوا، اتفضل. وصلنا للجول 14 مرة، وعدد محاولاتنا كان أكتر من عدد محاولاتهم، كان شكلنا أخطر في الملعب بكتير، ولولا إن إحنا يعني حصل شيء من التراجع البدني الشديد في الشوط الثاني، الماتش ما كانش هيروح ما كانش هينتهي بالنتيجة دي. مش عايز أقول إن حكم المباراة لو كان رجع للفار، لو الفار كان موجود، لان انا مش عارف الفار كان موجود ولا لا الحقيقه، لو الفار كان موجود كنا لينا ضربه جزاء في الاول مثلا، كان ممكن تغير مسار المباراه خالص. فيعني في تفاصيل كتير حصلت، دي الارقام اللي معنا برضو. اكيد مش كولر المسؤول، بالعكس احنا شكلنا الحلو في ماتش اتحاد جده وفي شوط ونص قدام فلومينينسي ده ينسب لمارسيل كولر. ايوه بكل تاكيد. تعالوا نشوف الارقام، انا عامل الارقام بتاعت الاهلي في كاس العالم للانديه عموما في المشاركتين. فخلينا نبص عليها مع بعض. طبعا لعبنا ماتشين، كسبنا واحد وخسرنا واحد، سجلنا ثلاث اهداف واستقبلنا ثلاث اهداف. حقيقي كنا المفروض الاكس جي بتاعنا او الاهداف المتوقعه ثلاثه، احنا سجلنا ثلاثه بالفعل. كنا المفروض نستقبل ست اهداف، استقبلنا ثلاثه. المحاولات على المرمى عملنا 28 محاولة في الماتشين، 14 محاولة في كل مباراة في كاس عالم. ده رقم كبير، الارقام ده في الرقم ده في الدوري احنا بنقول عليه رقم كويس طبعا. فلما يحصل في كاس عالم أندية في مستوى تنافسي زي ده، فاحنا بنتكلم في رقم كبير جدا، يوضح قد ايه احنا كان شكلنا فعلا كويس. المحاولات الناجحة من ال 28 كان عندنا 9 محاولات بين القائمين والعارضة، دقة التمرير بتاعتنا كانت 81%. احنا شوية التمريرات الطويلة لجأنا لها احيانا، فعملنا 71 تمريرة طويلة منهم 33 صح، 42 نسبة جيدة مش قليلة. بقيت ارقامنا برضو الحقيقة توضح قد ايه احنا كنا كويسين. الكرات العرضية 24% نسبة مقبولة، يعني ربع تقريبا الكرات العرضية كانت بتوصل للاعيبتنا. فزنا بالكرة 181 مرة، وده رقم جيد، احنا كنا كويسين جدا في سواء في الالتحام اول فوز او في استرداد الكرة بالكرة الثانية كنا كويسين جدا فيها. خسرنا الكرة 60 مرة بس، وده برضو انا بشوف ان هو رقم جيد. الارقام دي كانت ممكن تتحسن لو كنا كملنا الشوط الثاني في فلومينينسي واحنا بنفس القوة اللي بدأنا بيها المباراة ولعبنا بيها مباراة اتحاد جدة، لكن التأثر البدني كان واضح في الارقام تراجعت شوية. لكن عموما احنا قدمنا الحقيقة اداء جيد جدا وبطولة كويسة، وفي لعيبة كمان قدمت مستوى كويس.